نقول عن الشعر في زماننا إنه كالحرير، فهل تعلمون ماذا كانت العرب تقول لتصف أحوال الشعر؟ سنخبركم. وصفت العرب الشعر الكثير بالجفال والشعر المتصل بالوحف، أما إذا كان كثيفاً مجتمعاً فهو وكث، وإذا زادت كثافته فهو معلنكس ومعلنكك، فإذا كان الشعر منبسطاً فهو منسدر، وإذا كان مسترسلاً فهو سبط، وإذا كان غير جعد ولا سبط فسمته العرب رجل، أما إذا كان شديد الجعودة فهو قطط، وإذا زاد على القطط فهو مقلعط، أما إذا بلغ النهاية في الجعودة فهو مفلفل، وأخيراً إذا كان حسناً ليناً فهو سخام. ماذا تستعملون من هذه الألفاظ؟ وما هي طبيعة الشعر الأكثر انتشاراً في بلادكم؟ أخبرونا في التعليقات.